السلام عليكم. واش ناشطين اليوم ولا لا؟ سير معاك. كلشي بخير، كنتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد، فلوج جديد، احداث جديده في القناه. اليوم مشينا لواحد البرونش في ليكول ديال سيليا. عيطت علينا السيده اللي مكلفه، قالت لنا خصكم ضروري تجيبوها للبرونش اللي غيكون في هاد لا سيمين هادي. مشينا دوزنا الصراحه النهار زوين بزاف، وسيليا حمقاتنا، درت لنا واحد الحماق ما نقولش لكم. غتشوفوا كلشي في لا فيديو، خليكم مع لا فيديو، فرجة ممتعة صراحة. البرونش داز غزال، دوزنا واحد النهار زويون، بما انه جا كي يعني كيتوازن مع التاريخ ديال عيد زواجنا انا وعادل. الصراحة صدقنا ما مشينا لتا شي بلاصة، مشينا مع سيليا ليكول ديالها، ومن بعد مشينا باش قضينا شي اغراض وصافي رجعنا للدار. وعاد في العشيه راه دايره لكم فيديو واحد اخر ديال عيد زواجنا، صورت لكم احتفال اللي كان بسيط اونتر لا فامي، هكا حنايا بثلاثه وصافي. شنو نقول لكم في هذا الكولوار هذا ديال ليكول، دايرين كاع دوك الاعمال والابداعات ديال التلاميذ ديالهم. صراحه داكشي كان في المستوى زوين، كاع داكشي اللي كيصايبوا الوليدات، الكتوبه، بزاف 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 ديال الحوايج دايرينهم زوينين. وبرا في التيراس دايرين بزاف ديال الحوايج زوينين، دايرين لانيماسيون، دايرين كلون، دايرين بزاف ديال الحوايج زوينين، دايرين بلاصه الماكله، دايرين لي كادو، دايرين الالعاب. المهم راه شاركت معكم كل شيء في لا فيديو، حاولت نصور لكم انا وعادل شويه 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 من كل حاجه باش نشارك معكم كل شيء، حيت فريمون فكره زوينه ديال البرونش بحال هكاك بالنسبه للزلاف يعني في هذا الوقت من العام، باش كيكون واحد المتنفس وسط الروتين ديال السيمانه كامله. عجبتني الفكره، وسيليا عجبها الحال، ما بغاش تجي للدار، ما بغاش تفرق على الالعاب، ما بغاش اصلا تخرجنا من ليكول. صافي بقينا تما، دوزنا تما النهار تقريبا راه من 10 الصباح وهما دايرين البرونش حتى للثلاثة. حنا مشينا حتى ل 12 زياده وبقينا حتى للثلاثة، استسلى كلشي عاد جينا ودوزنا داكشي زوين. يعني كون مشينا من الصباح كان غيكون حسن وحسن وحسن، ولكن حنايا ما كانش عندنا كيفاش نمشيو الصباح، لان كانوا بزاف ديال الامور كان خاصنا نقادوهم قبل ما نمشيو. وهانتوما مع لا فيديو، كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش ملي لايك ديالكم، وما تنساوش انكم تشاركوا لا فيديو مع اصحابكم فضلا وليس امرا. خليو ليا كومونتير زوين في حالكم، فرجة ممتعة.
السلام عليكم. واش ناشطين اليوم ولا لا؟ سير معاك. يو 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 يا ودي السلام عليكم والمسموعة كي جاتكم والكتي كي جاتكم كي جاوكم يو عجيبة سيرها يو عجيبة سيرها يو عجيبة يو عجيبة يو عجيبة يو عجيبة encore une fois s'il vous plaît et je vous informe que juste après on va passer au deuxième tirage au sort de la tombola et on aura quatre gagnants donc si vous voulez remplir votre petit papier c'est maintenant merci alors on va commencer la remise des prix tout de suite par le groupe scolaire Atlas Rabat alors j'appelle Ismaël Ayed Aya Al-Alaoui et Akram Maroc سيليا اجي دي دابا اجي دي دابا اش اجي دي دابا الزواج نحن هي اللي واخده الكادوات كيفاش بقى؟ المهم راه هي اصلا كنا كنتسناوها تعمر علينا هاكي دي دابا سيليا سيليا هاكي دي دابا الفضائح اللي دارت الناس ديال ليا في البرونش ديال ليكول ديالها اش غنقول لكم كانت واقفه حدا عادل شاد لها في ديتها كتشطح شويه حتى جرات منه ليديده مشات كتجري كنقول له شداتي يقول لي لا لا راه مشات غير تطلع على الدراري اللي حدا لاسين وغتجي السيده تلقاناها فوق لاسين كتشطح وكتركز دايرين ديك الاغنيه ديال المسيو طومبولا حتى لقيناها في وسط فوق كتشطح وكتركز معاهم وتبع معاهم لا دونسو نتوما كتفرجوا في لا فيديو تشوفوها
tous ensemble s'il vous plaît. C'est la dernière animation du jour. Yalla, 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 tous ensemble s'il vous plaît. شوف اجي نشوف سيليا سيليا اجي نديرو فوتوز سيليا سيليا اجي نديرو فوتو افيك لا جيراف بعدا اش ايران داك الطابليت ديال سيليا كتب له الله هاد البوشيطه هادي شحال وانا كنقلب عليها لقيتها دابا جينا هنايا للرباط شنو سميت ديك البلاصه تخفيض رضا لقيناها بتخفيض رضا حيت ما خليت فيها قلبت عليها وما لقيتهاش داك السيد مسكين لقينا عنده جوجات وفي محل واحد اخر مشى كيجري جابهم لينا تعزلنا منهم حيت فريمون داك الطابليت ولا متشرد ولا كل مره مطيحها سيليا ديك البوشيطه اللي كانت فيه كاع تهرسات هذه ديال السيليكون باش واخا يطيح تبقى شاده زعما